سفيقسي يعني ممتاز جدا ممتاز. وشيك با في الامداد وشادي الهمامي يضيف الهدف الثاني لدسفيقسي، اكيد يعني هدف نموذجي لهجوم السي اس اس بالنسبه للسي اس اس. نعاودوا على مستوى هذه اللقطه في الاخر، لكن على مستوى الواحد ضد واحد تفوق للاعب مامان يوسفو، كذلك هنا اوشي اوكبا على مستوى الخط الثاني اللي تكلمنا عليه، الخط الاول ما حبش يشوف اللاعب نبي سوما اللي صنع في الكره، الخط الثاني شادي الهمامي بالخبره نتاعو كان موجود في التوقيت والمكان المناسب بالانتيريور، كره في بقعتها الانتريور بساقه اليمين يحط الكره، حارس النجم بودربيلا ما نجم يعمل حتى شيء، 2-2 بالنسبه للسي اس اس اللي يستحق النتيجه هذيا.